أها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم تعرفوني؟ أنا صديقكم القمر. صورتي صارت دائرية وأسمى بدراً، وسأكمل لكم الحكايات الجميلة في شهر رمضان المبارك. ها قد مضى يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك. كان يوماً مليئاً بالخير والبركة. أراد خليل أن يعرف سبب حزن جدته، فأخبرته أنها كانت دوماً تحرص على تلاوة القرآن الكريم، وخاصة في شهر رمضان المبارك لما في ذلك من الأجر والثواب، لكنها لم تعد قادرة على ذلك، فقد تعبت عيناها وأصبح بصرها ضعيفة. أراد خليل أن يساعد جدته ويذهب الحزن عن قلبها، فأخذ يتلو لها القرآن بصوت مرتفع حتى تتمكن من تلاوته معه، وبهذا نال خليل ثواباً مضاعفاً، فقد ساعد جدته واغتنم الفرصة لتلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ها هو خليل يتناول وجبة السحور استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل وعلي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مباركاً وإفطاراً شهية. إلى اللقاء.